سيئة كتير، وقعد بإيدين شخص أزهر. ما كنت متخيل إنه صايرة معك كل هالمشاكل رادة. أنا كنت بعرف إنك بريئة، بس ما بعرف كل هالتفاصيل. يمكن لأنه تعرفت علي بالفترة اللي كنت فيها مع جابر. هذا الإنسان كان بالنسبة لإلي كل الأمان اللي فقدته والمستقبل. بس خلص، من بعد تجربتي تعلمت ما علق بقى أمال على ولا حدا وعلى ولا شيء. كل همي هلأ ماتر أخلص من الدين وأرجع بلش حياة جديدة. بتوظف وبرجع برد البيت والمكتب لجابر، وهيك بنتبه على صحتي أكتر، وبعدين كل شيء بيجي من الله منيح. تماما، هيك لازم الإنسان يضل متفائل، وأنا رح